ماذا عن التراحم بين الناس؟ وهل نحن اليوم بحاجة إلى الرحمة أكثر من أي وقت مضى؟ لماذا لا يرحمنا المتكبرون والجبارون والمتغطرسون؟ وهل الرحمة ضرورة في الحياة الدنيا قبل حياة الآخرة؟ كيف يمكن لهذا المعتل الجواظ أن يقتنع أن الرحمة ضرورة له في حياته؟ تعالوا اليوم إلى معاني الرحمة وآخذ منها جزءاً هاماً جداً عن ضرورة هذه الرحمة، ولكن لن يستطيع الاستفادة من هذه الرحمة إلا أصحاب الذكاء الخارق. الراحمون ذكاؤهم خارق. لماذا؟ اليوم نحن نعرف التاجر البارع يستطيع أن يدير رأس المال بأعلى نسبة أرباح عالية. في واحد معه فلوس بروح بيشتغل بالخبز، الخبز ما بيعطي ربح، أما اللي بيشتغل بالذهب، بالألماس، بالنفط، بيشتغل بالأشياء الإلكترونية، هذه الأرباح هناك. في ملك حياتك مع الله عز وجل وسائل كثيرة جداً علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام لنزداد في أرباحنا. طيب ماذا نفعل لنستفيد من الرحمة؟ تعالوا إلى محورين وست خطوات. ماذا يمكن أن تفيدنا الرحمة في الدنيا والآخرة؟ فنحن مع ست خطوات، ثلاث منها في الدنيا وثلاث في الآخرة. الراحمون في الدنيا يستفيدون أولاً أن ظهورهم محمية. اليوم أصعب شيء في الدنيا موضوع الغدر، صح؟ أصعب شيء الغدر. والغدر من أين يأتي؟ إما من إنسان عدو لك يريد أن يطعن ظهرك، أو محب لك انقلب عليك، وهذه أصعب. الأخ، الشقيق، القريب، الصديق، الزوج، الزوجة، أقرب الناس يريد أن يطعنك. السبب أن هناك عداوة، ونحن لا نتقن، البعض لا يتقن فن إدارة العداء. ربما نفرد لها خطبة كاملة، ما هو فن إدارة العداء؟ يعني حتى العداوة لها شروط. لنا صديق عمل كتاب كامل عن شروط الحرب في الإسلام. نحن ما عندنا ظلم مثل عندهم، نحن ما عندنا إذا عادينا ناس بنلحش قنبلة ذرية بنقتل 600,000 زلمة، ما عندنا ذبح أطفال وتشريد نساء حرقهم. في عندنا فن في إدارة الحرب. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا من خلال حياته أنه حتى عند العداء احمي ظهرك. أنت إذا انتقمت من عدوك انتقام تام وسحقته حتى النهاية، أولاده، أتباعه، هو بأي لحظة ستنتابك لحظة ضعف سينقض عليك ولن يكون رحيماً على الإطلاق. لذلك حتى في العداء في لحظات بدك توقف فيها عداء، بدك تكون فيها رحيم حتى تحمي ظهرك. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قريش، أئمة الكفر، صناديد الكفر، فعلوا ما فعلوا وحانت لحظة الانتقام. فتح مكة طردوه قبل سنتين، 1400 صحابي منعوا أن يطوف بالبيت، أن يعمل عمرة. يعود بعد سنتين ب10,000 مقاتل ولا يجرؤ إنسان أن يخرج من بيته. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ جاب هدول الأعداء، ما تظنون أني فاعل بكم؟ الشيء طبيعي الإنسان العادي، ودائما ما أردد، احذر أن تكون إنسان، بدك تكون ملؤك الإيمان، إنسان على الحل، يطغى، هلوع، جزوع.
ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ الآن لا يريد للعداء أن ينتهي، فقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. يعني مو عن ضعف، يعني شريكك لما بتتمكن منه مو جيب الآخرة تبع غلط، لا تخلي العداوة تستفحل. قل له: أنت غلطت، أنا لح سامعك، بس لا ترجع له. زوجتك غلطت، مو والله بدي أسحقها وأسحق عيلتها، ما خلي فيه النفس. خلي للصلح مطرح، احمي ظهرك. الآن عم حاكيك منطق دنيوي قبل منطق أخروي، أنت احمي ظهرك، لا تخلي عداوات إلك. بتلاقي واحد صار معه مصيبة فوراً بيسألوا مين إلك أعداء؟ كارثة. إيه والله أنا عندي شي 50 عدو كلهم انتقمت منهم، هدول كلهم بدي يرجعوا ينتقموا منك. فلا تخلي أعداء في ظهرك، بالعكس خليهم يساعدوك أحسن ما يضروك. من الرحمة أيضاً أنه لن يكون لك حساد. الإنسان اللي دائماً بتلاقيه عم يلاحقك وشو طلع لك وعم يحكي عليك، طيب أعطيه جزء من هذا النجاح، أشعره بعظمته شوي، أجعته أنه إن شاء الله الله بيكرمك مثل ما الله أكرمني. لا تخلق حساد، وهذا من الرحمة. لما بتكون رحيم حتى مع الذي يحسدك، في اللحظات الحرجة سيكون معك. أبو سفيان قبل أن يسلم كان رأس الكفر وزعيم صناديد الكفر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتعرض يوما ما لبناته ولا لأهله، ولم يؤذي امرأة، ولم يسرق مالا انتقاما. فعندما خطب ابنة أبي سفيان أم المؤمنين حبيبة، سمع بذلك أبو سفيان، قالوا: إن عدوك محمد قد خطب ابنتك. اسمعوا الآن، لأنه يعلم من رحمة عدوه. قال: هو الفحل لا يقرع أنفه. هذا صحيح عدوي، بس هذا زلمة رحمين، هذا زلمة ما بيأذي. العداوة عداوة فكرية، الآن عداوة مصالح، بس ما منوصل لحد القطيعة، ما منوصل كما حذر النبي عليه الصلاة والسلام من المنافق: إذا خاصم فجر. بتلاقي على غلطة صغيرة بده يحرق النفس تبعه الأخضر واليابس، ما يخلي له ذرية، بدي يجفف النسل تبعه، بدي روحه، بدي ليه؟ ليه؟ ما بدك تحمي ظهرك؟ ما لح تمر بلحظات ضعف؟ ليسمع المتكبر العتل الجواز، وانقلوا هذا لمن تعرفونه. قل يا أخي، أنت ما عندك لحظات ضعف؟ ما بدك تمرض؟ ما بدك تكبر؟ ما بدك يصيبك مرض؟ طيب ليش عم تكتر السكاكين اللي بظهرك؟ كن رحيم، هذه فائدة الرحمة. الفائدة الثالثة في الدنيا لمن يرحم الناس، لما بيكبر وبصير شيخ وبصير عجوز وبحاجة لواحد يمسك إيده ويعينه، إذا كان رحيم في أيام شبابه كل الناس بتساعده، صح؟ أما إذا كان عتل وجواز وقع، شو بيساوي الناس؟ الله لا يقيمهم، دائما كان يظلمنا، كان طول عمره لما كان مدير إدارة كان قاسي وجاف وغير رحيم، تقاعد الآن بحاجة لعمل، بحاجة لقضية. قبل فترة شفت فيديو لواحد من أثرياء الخليج بالمليارات، وصل يوم واحد من الأيام عنده 7 مليار دولار. لما عملوا معه مقابلة عم ياخذ ما يقارب $500 من المعونة الاجتماعية. قالوا له: كيف وصل لمرحلة فوق فوق؟ طيب لو كان عم يرحم اللي حوله كثير، أنا بعرف تجار، أنا اشتغلت كثير في التجارة، صاحب العمل اللي كنا نشتغل معه ده صار في ضائقة. الآن لما صارت الضائقة في هذه الحرب، عشرات من العمال يأتوا إلى صاحب العمل: أخي أنا موافق أخذ نص المعاش، بس خلي الشغل داير، أنا بعرف الآن ما عندك مبيعات والأرباح قليلة والمصاريف كثير، أنا موافق أخذ نص المعاش. لو لم يكن معه رحيما حال القوة، ما وجد من يرحمه حال الضعف. فأنت إذا بدك تعيش شيخوخة رائعة، الناس تعينك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم الرحيم. المسلم صفة الرحمة، هذا دين الرحمة. إذا أنت الرحيم، الآن النبي يشجع الناس كلهم أنه هذا كرموه، هذا عينوه، ونحن بشر، مستحيل لأي إنسان كان يكرمه وكان رحيما مع الناس أنا ما أوقف معه. تعالوا إلى 3 في الآخرة
أيضا من هؤلاء أصحاب الذكاء الخارق الذين يتمتعون بالرحمة، لنرى ماذا سيستفيدون إذا كانوا رحماء. أقول قولي هذا وأستغفر الله. إذن الراحمون ذكاؤهم خارق، الصياد هو اللي يعني بيجيب الدرة الثمينة يلي بيغوص أكثر مشان يطلع أفضل الجواهر أفضل اللآلئ، يلي بيكتفي إنه والله باخذ مع السطح سمكة، بيجيب سمك سردين بيجيب سمك عادي، هذا مو أرباحه، أرباحه اللي بينزل بيعمق. الآن الرحمة ماذا تفيدني في الآخرة أيضا؟ قلنا أنها تفيد في الدنيا لا أعداء لا حساد لا وحدة في عند الكبر، شو بدنا أروع من هيك؟ طيب في الآخرة، الآن اسمعوا إلى كرم الله عز وجل، وهذا الكلام لا يفهمه إلا من قال لا إله إلا الله. يعني الثلاثة الأولانيات حاكيهم لكل متكبر عتل جواز، الثلاثة الثانيات ما لح يفهمون، سيفهموا أنتم الذين تقولون لا إله إلا الله في بيوت الله. أما الأولى في الآخرة فالراحمون يرحمهم الرحمن العظيم. وفي شيء أعظم من أن أرحم الرحماء جبار السماوات والأرض يرحمك في موقف أنت تحتاج إلى حسنة، لأنه بذاك اليوم يفر المرء من أمه وأبيه وصاحبته، ما عاد في حدا، خلص أنت والله. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن، لكن ما الشرط؟ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يعني الله مو بعازتنا، الله عم يقول لك القضية بسيطة، أنت ارحم أخوك، ارحم جارك، ارحم صاحبك، ارحم موظف عندك، ارحم زوجتك، ارحم بناتك، لا تأكل مال حرام، لا تسيء للناس. إذا رحمت هؤلاء، والآن هم المعيار، سترون الآن في النقطة الثانية هم المعيار، ارحموا ما في الأرض يرحمكم في السماء. طيب بس رحمة الله، الأمر الآخر دعاء الناس، دعاء الناس. نحن ما مستهين بعض المتكبرين، أنا ليش أرحم، شو بدي من الناس؟ طيب يلا طول بالك، حاول أنه ما تموت. لخطوة بعنوان تكبر لكن لا تموت. المتكبر العتل الجواص اسمعوه هذا الكلام، أنه أنت حاول ما تموت، حاول ما تمرض، وخليك قد ما بدك متكبر، وكل ما أبناء أخوك من الميراث اليتامى ضحك عليهم كل ماله، بس حاول لا تموت، لأنه إذا متت هؤلاء الناس جميعا أنتم الله ماذا يقول عنكم؟ أنتم شهداء الله في الأرض. الحديث المتفق عليه في الصحيحين، مرت جنازة فقال عليه الصلاة والسلام وجبت، ثم مرت جنازة قال وجبت، قالوا يا رسول الله ما وجبت؟ قال مرت الأولى فقلتم فأثنيتم عليها خيرا فوجبت له الجنة، ومرت جنازة فقلتم عنها شرا فوجبت له النار. يلا هروب منها. يعني قد ما كان واحد متكبر، عم نشوف الآن لما الطغاة يسقطون الناس عم تدعي عليهم من وسط قلبهم، طيب شو استفدنا؟ كنا عم نمدحك نعمل لك قصائد شعر مرعوبين منك، طيب الآن من ينقذك من ملائكة العذاب؟ وجبت لك. والآن شو عم تقارن؟ أنت عايش 50 60 70 سنة طيب وخالدين فيها أبدا، غير ذكي، غبي جدا. يقول الدكتور راتب النابلسي أغبى الأغبياء من لا يضع الله في حساباته. وين ذكاءك؟ واحد بده يعيش بالدنيا 100 سنة وهنيك خالدا مخلدا، بتعمر لهنيك لما بتعمر لهون؟ والله رايح والله سياحة أسبوع، عم راح اشترى بيت، أنت رايح تقعد أسبوع تشتري بيت، بيستأجر فندق بيقعد عند صاحبه، عمر بيت بمكانك ببلدك بوطنك. الآن وطننا الحقيقي الجنة، هنيك خالدين فيها هنيك. والنبي عم يحذرك، عم يقول لك قبل الملائكة وقبل الحساب من الآن، مرة جنازة وجبت. طيب مين اللي منقول له نحن وجبت ومنثني عليه خير؟ للراحم يلي ما كان يأذي الناس، يلي تعامل معنا ببشاشة، يلي برحمنا إذا تعاملنا معه، موظف إذا رحنا عم نعمل معه معاملة ما بيذلنا 20 مرة روح وتعا روح وتعا، بس احكي لي كلمة بس إنه أنا شو أعمل؟ خلاص روح اسألك يا أخي والله ما بعرف، أنا غشيم، بس عطيني بس ارحمني حاجة، روح وارجع بس قلي شو أعمل؟ ماذا أفعل؟ بعض للأسف بعض الذين يدرسون، طيب يا دكتور أنا الآن غشيم أنا ما بعرف ماذا أفعل، أنا فاضي روح اسأل، لك ارحمني بس يمكن كلمة
تغير مسار حياتي. أنا غلطان، حاكيني بلطف بس حتى ما أغلط أكثر. لكن بعض الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للأقرع بن حابس، دخل الأقرع بن حابس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجده يلعب مع أولاده، نبي وعظيم وقائد الأمة، قاعد حاطط رأس على الأرض وولاده على ظهره وعماشي فيهم خروف وجمل، ويقول له نعم الجمل جملكما ونعم الراكب وأنتما، وعم يلعبوا بدأنه وراسه ولحيته. دخل أقرع بن حابس ما متعود، في ناس سماه النبي العتل الجواز، قلبه ما في رحمة أبداً أبداً، عبسة وراسه ومناخيره لفوق لا يمكن يرحم. قالوا ما تفعل يا محمد؟ لي عشرة من الأولاد والله ما قبلت واحداً منهم. قال ما أفعل إن نزع الله الرحمة من قلبك؟ شو ساوي لك؟ إذا مو رحيم شو ساوي لك؟ رحمة شغلة فظيعة جداً، لذلك النبي هو الرحمة المهداة، لأنه أعظم خلق. طيب ما هي الأخيرة بعد رحمة الله العظيم في الدار الآخرة، وبعد أن يشعر بأمانه عند ذهابه إلى القبر أن الناس تمدحه بخير تثني عليه خير؟ النعمة الثالثة والرائعة عون الأبناء. الآن ما بتسمعوا كلمة حلوة قديش تفرح لما واحد يقول لك الله يرحم أبوك؟ بالله ما تسعد. مو القضية بعد ما مات أبوك، ما بتفرع والله أبوك غني ولا فقير ولا كان وزير ولا كان ولا شيء. الآن الذي يسعدك الله يرحم أبوك، وتصل الرحمات إلى قبر أبيك، وهذا ولد صالح يدعو لك. كيف بده ولد صالح يدعو له؟ أول من سيدعو لك هو ولدك إذا كنت رحيما. أما والله بعضهم للأسف والله أبي الله لا يسامحه يعني جوز واحدة تانية وظلمنا وظلم أمي، أو البنت تقول والله أبي ظلمني راح أعطى إخواتي الشباب وأنا ما أعطاني، أكل ميراثي وهو على قيد الحياة، فضل إخواتي علي. طيب ما بدك يرحموك أبنائك؟ ما بدك يدعو لك بالرحمة؟ وما بدك تجيك رحمات؟ أنه الله يرحم أبوك كان رجل صالح، لأنه الولاد كمان رحماء. والآن الكارثة الذي لا يكون رحيما العقوبة تبعه إلى يوم القيامة، وإذا كان رحيما ثوابه إلى يوم القيامة. الله عز وجل ماذا يقول؟ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، يعني كرمالك الله بيضم أولادك. وكان أبوهما صالحا، لأنه أبوه صالحا الله خباله الكنز، جاء نبي وولي لينقذ لهم كنزا لهم والدهم. فإذا عندما أكون رحيما أسعد في الدنيا والآخرة. ثلاثة في الدنيا: أنه لا أعداء لا حساد وأعيش بلا وحدة عند الكبر، وفي الآخرة يرحمني الله عز وجل ويشفع لي المؤمنون فيتحدثون عني بخير عند الموت، وأحظى بأبناء يدعون إلي لي إلى يوم القيامة. أسأل الله العلي العظيم أجعلنا من الرحماء. الأمر يسير أيها السادة، الأمر مو صعب. البر شيء هين، وجه طلق ولسان لين، بس شوية كلام حلو، بس شوية كلام حلو، بس نبتعد شوي عن الغل عن الحقد. أجل أجل، كلمة حلوة دائما يذكرها لنا الدكتور راتب، أنه أنت لما بتغضب بس أجل العقوبة. سهل والله لأعمل، والله لأطلع، والله لأفصل، والله لأضرب، بس أجل هذا الموضوع. أجله ساعة، أجله ساعتين، أجله أسبوع، قرار الطلاق أجله أسبوع، خلص قراره طالع، له أجله أسبوع بس. بس لحتى إذا طلقت ما تربي أعداء، ما تخلي الناس عم يستنوك على غلطة، احمي ظهرك. هذا من رحمة الله عز وجل. أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا وأهلينا ووالدينا من الرحماء السعداء في الدنيا والآخرة. إني داع فأمين.